نحن الآن على أعتاب شهر رجب الأصب. هذا الشهر يسمى رجب لأن رجب كما ورد في الأحاديث نهر في الجنة أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وفي الحديث إن من صام يوما من هذا الشهر سقاه الله من ذلك النهر. ويلقب هذا الشهر بالأصب لأن الرحمة الإلهية تصب على المؤمنين في هذا الشهر صبا. هذا الشهر شهر عظيم، وهو شهر الله سبحانه وتعالى. من الجدير بنا نحن المؤمنين أن نعرف حرمة هذا الشهر وأن نحاول أن نتزود في هذا الشهر من الباقيات الصالحات. أعمال ربما تبدو بسيطة جدا في نظر الإنسان، ولكن لها قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. من قال في هذا الشهر لا إله إلا الله 1000 مرة في الحديث الشريف، وهذا الثواب مضمون على الله تعالى طبقا للأحاديث الصحيحة أو الموثقة. من قال لا إله إلا الله 1000 مرة كتب الله له 100,000 حسنة. الحسنة الواحدة التي يبخل بها الإنسان على أبيه في يوم القيامة، لأنه هو محتاج إلى هذه الحسنة. وبنى له 100 مدينة في الجنة. ثانيا، من قرأ التوحيد 100 مرة من يوم الجمعة من شهر رجب، في الظاهر أي جمعة من شهر رجب، كان له يوم القيامة نور يجذبه إلى الجنة. زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، عندنا العمرة الرجبية، وعندنا أيضا لا تقل عنها وربما يزيد عنها في الثواب صلاة ليلة الرغائب، ليلة أول جمعة من شهر رجب، يعني ليلة الجمعة القادم، ثواب عظيم وكبير. خامسا، من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأتوب إليه 400 مرة كتب الله له أجر 100 شهيد. وهكذا بقية الأعمال المذكورة في كتب الأدعية. إن شاء الله نحاول نستعين بالله أن يوفقنا حتى لا نحرم من فيض هذه الأشهر الثلاثة، شهر رجب وشهر شعبان وشهر